شاركت مملكة البحرين في جلسات المجلس التنفيذي لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة الإسسكو في دورته الرابعة والأربعين في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية الشقيقة وخلال الجلسات ألقت الأستاذ نوال الخاطر وكيل وزارة التربية والتعليم للسياسات والاستراتيجيات والأداء عضو المجلس التنفيذي للمنظمة كلمة نشدت فيها بما حققته الإسسكو من إنجازات ملموسة في قطاعات التربية والعلوم والتقنية والثقافة اضافه الى الاتصال والعلوم الانسانيه والاجتماعيه والتي عززت من دور المنظمه الاستراتيجي ومكانتها متطلعه لمزيد من الانجازات للارتقاء بالعمل المشترك بما يعزز مسيره المنظمه